قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. هذا يؤكد على أهمية ودور المعلم الكبير، فالمعلم رسول لنقل العلم وتعليمه، وهو الذي يربي ويخرج الأجيال لتكون مؤهلة لقيادة المستقبل، فهو الذي يخرج الطبيب والمهندس والمعلم وغيرهم. أستاذي الفاضل، لك منا كل الثناء والتقدير بعدد قطرات المطر وألوان الزهر وشدى العطر على جهودك الثمينة والقيمة من أجل الرقي بمسيرة مؤسستنا الغالية ثانوية العرفان. الأستاذ الغالي، شموع كثيرة تحترق لتنير دروب الآخرين عطاء وآمالا وتضحيات شتى تنثر من أجل الوصول للأسمى، ومعك حققنا كل معاني الجمال. فاعلم بأنك أصل كل وجودها، هو فيض علمك شاع في الأكوان. أنت المعلم أصل كل فضيلة، أنت الإمام سبقت بالإحسان. إنا نعانق بالوفاء جهودكم، ستظل دستورا مدى الأزمان. Thank you for your effort, my English teacher. بمناسبة اليوم العالمي للأستاذ، أشكر جميع الأساتذة أينما كانوا في وطننا الحبيب المغرب. أود شكرهم على جميع المجهودات التي يقومون بها لأجل تعليم جيل المغرب. بمناسبة اليوم العالمي للمدرسة، متشكرين من المغ سمي جودات لي دناس كارن د ارسلنا كل الاحترام والتقدير بنت ضلاب للتلاميذ الاد احترم نقيم المادن. بمناسبة اليوم العالمي للأستاذ، بهذا اليوم نريد أن نشكر جميع الأساتذة الذين يسهرون على تقديم مجهود كبير لتلاميذهم، يقومون بإضافة ساعات إضافية ويقومون بترك أعمال أخرى من أجل تعليم التلميذ وتلقينه مجموعة من المعلومات. وبهذا نريد أن نشكر جميع أساتذتنا، جميع أساتذة ثانوية العرفان التهجير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تمشيا مع ما قاله شاعرنا العربي أحمد شوقي: قم للمعلم وفيه تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. لابد نحن في هذا اليوم العالمي للمدرس أن نحتفل بهذه الشمعة التي تحترق وتضيء الآخرين، ألا وهو المدرس. المدرس حقيقة يجب علينا أن نعتبرها وأن نحترمه ونقدره ونعطيه ما يستحق من عناية وتقدير، فهو حقيقة هو أصل العلم. لولا المدرس ما كان العلم وما نال التلاميذ ما وصل إليه. حقيقة فإن المدرس والإدارة والآباء والأبناء فكلهم يناضلون وكلهم يعملون لأجل التلميذ، يقولون نعمل لأجل التلميذ في هذا اليوم العالمي للمدرس. وشكرا مرة أخرى. بمناسبة اليوم العالمي للمدرس 5 أكتوبر، وباعتبار مستشرف التوجيه، تقدم الشكر الجزيل لكافة المدرسين الثانوية التأهيلية للعرفان بتعجيز، وأشكرهم وأشد على أيديهم بحرارة على مجهوداتهم التي يبذلونها في سبيل المتعلمين والمتعلمات. ولا يخفى عليكم أن دور المدرسين لا يقتصر فقط على التدريس،
بل يتجاوزه إلى أدوار أخرى وخاصة في مجال التوجيه، فالمدرسين يساهمون بشكل كبير في عملية التوجيه التربوي من خلال إرشاداتهم ومساعدتهم للتلاميذ على اختيار تخصصات ملائمة لشخصيتهم وقدراتهم ومهاراتهم، وبالتالي فهذه المناسبة فرصة كما قلت لأؤكد على أدوارهم وأشكرهم من جديد، وكل عام والمدرسين بألف خير.